يعني دعنا ننظر بعين الموضوعية، إيران هي تنظر إلى أن حماية الأمن القومي لها هو باتخاذ خطوات وتحركات وحركات استباقية للدفاع عن حدودها الإقليمية من خارج أراضيها، وهذا المفهوم أيضا تتبعه تركيا في مع تواجد حزب العمال الكردستاني. لذلك وجدت أنت في جنابكم الكريم في الأيام الماضية كان هنالك هجمات مكثفة طالت أكثر من 89 موقع أو 89 غارة أو إلى ما شابه من قبل تركيا أو بقية الأطراف الأخرى. نحن اليوم سوف أعتقد بأننا بحاجة فعلية إلى أن يكون القرار السياسي السيادي الداخلي قوي، ومن خلال تضافر الجهود لتفعيل الغدة اللمفاوية لجسد الدولة العراقية، والتي أعني بها هنا السياسة الخارجية، لأنها مهمة جدا، وعلى العراق أن يذهب لخلق على الأقل 3 مفاوضين حقيقيين دوليين ومحليين وإقليميين قادرين على أن يكونوا هم المناعة الحقيقية للدولة العراقية في حال نشوب الأزمات. نحن بحاجة إلى تضافر الجهود، الموضوع هو ليس بسهل ولكن هو ليس بصعب أيضا. نحن بأمس الحاجة إلى أن يكون لنا وقفة حقيقية في هذه المرحلة، من أجل أن يكون هنالك سلام وأمن واستقرار يعم الدول منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل.